إنه يستشعر بشيء في الأعلى. فهل هذا طعام؟ يلتقط لسانه رائحة مريبة. إنه الملك الكوبرا الآخر، لكن هذه المرة إنها أنثى. ربما وجد الملك ملكته. لقد وقفت على أهبة الاستعداد، فهي قد تكون مستعدة لرفيق، لكن لدغتها قاتلة، لذا فهو يتحرك ببطء. يحاول إغراءها، لكن يتم رفض مبادراته اللطيفة. متخليا عن سياسة التقرب الخفيف، يصبح أكثر جرأة، فلعل هذا سيثيرها. مع تباطؤ الأنثى في الرد، يصبح الملك بدوره أكثر إلحاحا. وأخيرا تبدأ بإظهار الاهتمام، مخرجة لسانها وممددة جسدها بالقرب منه. وأخيرا مع ذيولهما الملتفة يتزاوجان. إنها مهمة طويلة، فهذا العناق قد يستمر 3 ساعات. وكل منهما سيذهب في طريق منفصل، لكن الملك اطمأن على تركته.